تبص النموذج المرأة اللي المجتمع قد يقبله. يعني في امرأة لو أنا ترأس حزب سياسي تحت التأسيس، بنت صغيرة هي مش فاكر أفتكر لكم اسمها، مريم. يعني أنا يعني مش مطلوب إن احنا نقيم، لكن أي حد هيسمع الخطاب ده هيخرج بانطباع سلبي لتصادمها مع عدد كبير جدا من قيم المجتمع السائد اللي هي بتطرحها، فتجد نفسك انك قدام خطاب معادي لقيم المجتمع، فالنتيجه ان هذا المجتمع يعاديك. الكارثه ان البعض خصوصا التيارات الاصوليه بيبدا ياخد هذا النموذج ويسوده باعتبار ان هو ده نموذج المرأة، هي دي الستات، فينعكس اداء الشخص مش باعتباره شخص ولكن باعتباره مقدمة لتيار او لرافد اساسي من رافد. احنا كان عندنا تجربة ناصر، انا شايفة ان المجتمع هو اللي رسخ فكرة الجهل عند المرأة، خلاها فعلا تصدق ان هي جهل. يعني الانسان لما بقول لحد انت كذا هو بعد كده بيبقى عنده الحق ان هو فعلا بقى كذا. احنا دايما نتكلم نقول المرأة اصل بيستغلوا جهل المرأة، بيستغلوا ضعف المرأة. احنا خلاص احنا كوننا عندها ان هي جهلة وان هي ضعيفة خلاص. طب انا عملت ايه في المقابل عشان اغير الصورة المنطقية؟ مفيش. الفيلم السينمائي المصري يتعامل مع المرأة باعتبارها عنصر الإثارة اللي هو هيستخدمه لجذب عواطف وغرائز الجمهور. المعلن في الإعلام والميديا يتعامل مع المرأة باعتبار إن هي السلعة اللي بتتباع، مش باعتبار إنها مقدم سلعة. البرامج التوك شو المصرية برامج تتحدث على نخبة، لو قسناها هنلاقي إن في